فصل شريف من بشارة القديس متى الإنجيلي البشير التلميذ الطاهر. قال الرب: سراج الجسد العين، إذا كانت عينك صالحة فجسدك كله نير، وإذا كانت عينك شريرة فجسدك كله مظلم، وإذا كان النور فيك ظلاما فالظلام كم لا تقدر أن تعبد ربين، فإما أن تحب الواحد وتبغض الآخر، وإما أن تخدم الواحد وتهمل الآخر. لا يمكنك أن تعبد الله ومامونا. لذلك أقول لكم: لا تهتم قائلي ماذا نأكل أو ماذا نشرب، ولا لأجسادكم ماذا نلبس. أليست النفس أفضل من الأكل والجسد من الثياب؟ انظروا إلى طيور السماء، هي لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع في الأهراق، وأبوكم السماوي يعولها، ألستم أثمن من عصافير كثيرة؟ ومن منكم إذا اهتم يمكنه أن يزيد على قامته شبرا واحدا؟ لماذا تهتمون بالكساء؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، هي لا تتعب ولا تحيك. أقول لكم إن سليمان في أوج عظمته لم يلبس كواحدة منها. فإذا كان عشب الحقل الذي يظهر اليوم ليزول غدا يلبسه أبوكم السماوي، هكذا فكم بالأحرى أنتم يا قليلين.
فلا تهتم قائلين ماذا ناكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس هذه كلها تطلبها الأمم وأبوكم يعرف ما تحتاجون إليه أقول لكم اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم